السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب بدنا نبدأ كلامنا عن الظاهرة الكهروضوئية. تمام، في الظاهرة الكهروضوئية طبعا بداية حاب أحكي إنه هذا الكلام ندرسه هو اكتشاف أو شغل للعالم أينشتاين. تمام؟ لا، بيحكي العالم أينشتاين إنه سقوط فوتون أو ضوء على فلز معين يؤدي لتحرير الكترونات، بس أثناء التجربة العالم أينشتاين لقى إنه لما أسقط فوتون تحت حمراء. ليش أستاذ كاتب فوتون تحت حمراء؟ بدياك تتذكر تصنيفات الضوء اللي أخذناها. الأشعة تحت حمراء يا جماعة طاقتها قليلة جدا وترددها قليل جدا، بس طولها الموجي عالي. فأنا هون لما أحكي لك فوتون تحت حمراء بدك تعرف لي إنه طاقته شمالها قليلة جدا. سقوط فوتون واحد، ركز معي، فوتون واحد بس على الفلز لا يؤدي لتحرير الإلكترونات، ما تحرر ولا إشي. في التجربة اللي بعدها عند سقوط فوتون فوق بنفسجي، دقيقة أستاذ، فوق بنفسجي بيجي بعد الضوء المرئي تماما وطاقته تردده عاليين كثير بس طول الموجي قليل. سقوط فوتون فوق بنفسجي يؤدي إلى، طلع لاحظ بلون أسود، يؤدي إلى تحرير الكترونات من الفلز. تمام، فالظاهرة الكهروضوئية كهروضوئية بتحكي عن تحرير الإلكترونات دليل على الطاقة الكهربائية بفعل سقوط الفوتونات أو الضوء أو الأشعة الضوئية. إذا هي ظاهرة تتحرر فيها الإلكترونات من سطح الفلز. مبدئيا نحن بنحكي عن سطح الفلز، أنا بقول لقدام رح نحكي ليش، بس نتحدث أو نحكي عن فلز، عن سطح عفوا، عند سقوط الضوء عليها، وتسمى الإلكترونات المتحررة في هاي الحالة الإلكترونات الضوئية. بس أنا هون حاب أنوه بس لفكرة إنه يا جماعة فوتون واحد بتفاعل بس مع إلكترون واحد. يعني اتفقنا إحنا إنه إذا زدت شدة الضوء أنت بتزيد عدد الفوتونات. كمرة بعيد الجملة، زيادة شدة الضوء تزيد من أعداد الفوتونات. فلما تزيد أعداد الفوتونات كل فوتون بتفاعل مع إلكترون واحد، فأنت إذا قدرت تحرر أنت زدت أعداد الإلكترونات المتحرر. لقدام في الكهروضوئية رح نحكي هذا الكلام. اللي بدي إياك من هون تعرفه إنه سقوط خلينا نحكي فوتون بتردد وطول موجي وطاقة محدد يؤدي لتحرير. هل كل الأضواء تحرر الإلكترونات؟ طبعا لا، هنا لاحظنا بالتجربة هون. لا، خلينا ندرس أنا وياكم بس هذا الجدول أنا بدي أعمله أنا معكم، وهذا الجدول بحكي فيه عن أول خطوة اللي هو بتحكي عن طاقة الفوتون الساقط هاد أو هاد. تمام، وبدنا نحكي عن الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون، كم الطاقة اللي بتلزم فلز حتى يقوم بتحرير الإلكترون، ونحكي عن فرق الطاقة. حابب شوي أتخصص بالطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون قبل ما أبدأ. هلا كل فلز فيه له طاقة لازمة للتحرير، بيعتمد الطاقة اللازمة لتحرير الإلكترون على موقع الإلكترون داخل الفلز. احنا بنعرف إنه الإلكترونات وين موجودة؟ في مدارات الطاقة التي تحيط بالنواة. لما يكون الإلكترون يا جماعة بالمدار الأول بتكون قوة ترابطه مع النواة كثير كبيرة، فنحتاج إلى طاقة كبيرة حتى نقوم بتحريره. لما يكون الإلكترون في مدار مثلا الخامس أو مدار الرابع بتكون قوة ترابطه مع النواة ضعيفة، فنحتاج إلى طاقة أقل لتحريره. اللي حاب أحكي لك يا قبل ما أبدأ أي كلمة إنه الطاقة اللازمة عشان أحرر الإلكترون بتعتمد على نوع الفلز نفسه. فمثلا هلأ الفلزات في الكتاب حاطين لك كل فلز قديش بده طاقة عشان تقوم بالتحرير، ها بنسميها علميا اقتران الشغل، اللي هي الطاقة اللازمة للتحرير، وهي بتعتمد على نوع الفلز. فكل فلز فيه له طاقة غير عن الثاني لازم للتحرير. طيب نمشي مع بعض شوي، بدي طاقة فوتون ساقط. خلينا نفترض أسقطنا طاقة لفوتون، والأرقام تقريبية أنا بس عشان أوضح لك الفكرة اللي قاعد بتصير عندي هون. أسقطنا فوتون يحمل طاقة مقدارها 30 إلكترون فولت. خلينا نحكي تمام، هاي مقدار، فأنا بقيس طاقة هم إلكترون فولت، حر قيسها بالجول ما عندي مشاكل. تمام، لأنه وحدتين قياس للطاقة، يا يعني منقيس الطاقة زي ما اتفقنا بالجول يا بالإلكترون فولت، كلاهما صحيحة. أسقط فوتون يحمل طاقة مقدارها 30 إلكترون فولت، وبدي أسقط كمان فوتون هون يحمل طاقة مقدارها 20 إلكترون فولت في تجربة ثانية. أكيد الضوئين، أكيد الضوئين هدول غير عن بعض، لأنه اختلاف الطاقة يعني اختلاف الفوتون. وبدي أسقط فوتون يحمل طاقة مقدارها 10 إلكترون فولت. طيب خليني أثبت لك أول شيء الطاقة لازمة للتحرير. الطاقة لازمة للتحرير لفلز معين قاعد بدرسه تساوي 20 إلكترون فولت، 20 إلكترون فولت، 20 إلكترون فولت. وموقف عند هذا الكلام واسمعني شوي. في التجربة الأولى عند سقوط فوتون على الإلكترون، شوف الفوتون عندما يسقط على الإلكترون يتفاعل فوتون واحد مع إلكترون واحد، يخسر الفوتون جميع طاقته ويعطيها لمين؟ للإلكترون. شوف الفوتون كم فيزيائية عديمة الكتلة وعديمة الشحنة، ولكن تحمل طاقة، فهي لا تحمل لا كتلة ولا شحنة ولكن معها طاقة. عند تفاعل فوتون مع الإلكترون يخسر الفوتون جميع طاقته ويعطيها للإلكترون. اتفقنا؟ فالثلاثين هاي إلكترون فولت اللي كان حاملهم الفوتون لما تفاعل مع الإلكترون أعطاهم 30 كاملة. أجل الإلكترون حكى لك
انا عشان اتحرر من الفلز لازم اعطي الفلز تمام او اخسر من هاي الثلاثين مقدار عشرين، فانا فرق الطاقة او بزيد معي كالكترون طاقة مقدارها عشرين. بعيد سريع، انا اجاني انا الكترون اجاني طاقة مقدارها ثلاثين، اخذت الثلاثين اختفى الفوتون خلص مش موجود الفوتون، هاي الثلاثين وصلتني الان استهلكت منها عشرين عشان اقدر انفك من الفلز، هيها طاقة لازمة التحرير عشرين، زاد معي طاقة مقدارها عشرة الكترون فولت، فهون فرق الطاقة يمثل عشرة الكترون فولت. طيب التجربة اللي بعديها، سقط فوتون مختلف عن هذا الفوتون، فوتون يحمل طاقة مقدارها 20 على فلز اقتران الشغل له يساوي 20، انا الكترون بدي عشان اتحرر 20 اجاني ال 20، بمسك الان ال 20 هاي وبعطيهم للنواة عشان اقدر انفك منها او اقدر اتحرر من النواة وبطلع الان، بس بطلع الان معيش ولا طاقة، انا بالتجربة الماضية زاد معي 10 الكترون فولت، هلا بالتجربة هاي ولا اشي معي، فكمية الطاقة او فرق الطاقة هون يساوي 0 الكترون فولت. هون التجربة الأخيرة، أنا الكترون أجاني فوتون يحمل طاقة مقدارها 10، يجب أن يتفاعل معي ويعطيني جميع طاقته، أعطاني 10 بس أنا مش قادر على التحرر، عشان أتحرر لازم يكون معي 20 إلكترون فولت، فالعشرة غير كافي عشان أتحرر من سطح الفلز، فعشان هيك هون بدي أكتب إنه لا يتحرر. يعني ملخص الكلام على اللوح، سقوط الفوتون على الإلكترون تمام يؤدي إلى تحرير الإلكترون دائما؟ لا لا أستاذ، لأن قد يحرر الإلكترون تمام ويكون الإلكترون يحمل طاقة حركية. طلع أنا هسه بحكي لك فرق الطاقة هذا اللي 30 ناقص 20 كم يساوي 10، فرق الطاقة هذا عبارة عن طاقة حركية، أو قد أتحرر بدون طاقة حركية أو قد لا أتحرر أصلا. طب شو الأسس اللي بتعتمد أتحرر ولا لا أتحرر وأتحرر طاقة حركية؟ مقارن طاقة الفوتون الساقط باقتران الشغل، لأن لو كانت طاقة فوتون الساقط أكبر من اقتران الشغل أو الطاقة اللازمة للتحرير إذا حاب أسمي لك إياها، يتحرر ويكتسب طاقة حركية. لو كانت طاقة الفوتون الساقط تساوي تماماً الطاقة اللازمة للتحرير لن يتحرر ولكن لا يكتسب طاقة حركية. لو كانت طاقة فوتون الساقط أقل من اقتران الشغل للفلز أو الطاقة اللازمة للتحرير أصلاً لا يتحرر الإلكترون. لا، خليني اجي على وحده وحده باللون الازرق. طاقه الفوتون الساقط يا جماعه، طاقه الفوتون هي اسمها طا فوتون، تردد فوتون، طول موجه لفوتون، كيف نحسبهم وكيف نتعامل معهم اخذنا سابقا. طاقه الفوتون يا جماعه هي تساوي ها في تا دال كلام ماكس بلانك، ولحساب التردد فهو يساوي س على لندا تمام، يعني قوانين قديمه. حاب تحسب طاقه فوتون تضرب ها في تردد الفوتون، حاب تحسب تردد الفوتون بتحكي هو س سرعه الضوء على طول الموجي للفوتون الساقط. لا طبعا الطاقة الحركية انا حاطهم نحسبها بنص كاف في عين تربيع، فمثلا هون في التجربة الأولى لمكان 30 ناقص 20 أعطاني طاقة حركية مقدارها 10، هاي عبارة عن الطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة. كيف نحسب الطاقة الحركية؟ بقانون نص كتلة في عين تربيع. طيب هذا القانون بيشتغل على وحدة الجول، فلهيك بصيرش تكون هون 10 إلكترون فولت، لازم تحولها لجول بالضرب 1.6 في 10 قوة سالب 19، بعدين بنعوضها مكان طاقة حركية وكتلة الإلكترون ثابت ونص ثابت، شو بطلع؟ سرعته. عيد كمان مرة، 30 طاقة فوتون ساقط 20 اقتران الشغل طرحهم بعطيك 10، هاي الطاقة الحركية. يمكن باستخدام الطاقة الحركية معرفة السرعة لأنه كتلة الإلكترون 9.11 في 10 قوة سالب 31 مقدار ثابت، يمكن استخراج السرعة. طيب نيجي للجزء الثاني هون، أنا بدي أحكي هسه عن خواص الفلز. تلاحظ أنا القيم اللي حاطة هون أو المسميات اللي حاطة هون تشابه الطرف اليسار، يعني طاقة فوتون إذا بتحكي عن فلز نسميهاش طاقة فوتون، نسميه اقتران الشغل للفلز. طب شو أستاذ اقتران الشغل للفلز؟ هو أقل طاقة، طلع وأنا قاعد بحكي طلع هدول، أقل طاقة فوتون تلزم لتحرير الإلكترون دون إكسابه طاقة حركية. أنا بدي أعرف يا جماعة العشرين هاي كيف بدي أعرفها؟ باستخدام طاقة الفوتون الساقط تمام؟ متى كانوا متساويتين هون؟ إيش يعني الحالة الفيزيائية هون؟ كانت طاقة الفوتون تساوي اقتران الشغل فطلعت الطاقة الحركية كم؟ صفر. فشو يعني فاي؟ فاي هو اقتران الشغل، هي أقل طاقة لازم لتحرير الإلكترون دون إكسابه طاقة حركية اللي هي العشرين هاي. طيب تردد العتبة للفلز هو أقل تردد يلزم لتحرير الإلكترون دون إكسابه طاقة حركية، كمان هو أقل تردد يلزم لتحرير الإلكترون دون إكسابه طاقة حركية. وآخر إشي لمدا نوت، هو عبارة عن أكبر طول موج يلزم لتحرير الإلكترون دون إكسابه طاقة حركية. أستاذ ليش لمدا بتحكي أكبر؟ لأنه علاقة لمدا مع التردد والطاقة هي علاقة عكسية، فهم بحكي أقل طاقة أقل تردد بس بحكي أكبر طول موج، وهذا طول موجة العتبة.
إذا الرموز هاي الثلاث خاصة بطاقة فوتون ساقط، والرموز هاي خاصة في طاقة لازم للتحرير. طلع عليه القوانين نفسها. فاي اقتران الشغل إذا حبيت تحسبه لفلز فيساوي ها في تردد العتبة للفلز. تردد العتبة للفلز إذا حبيت تحسبه فهو سين على مدى العتبة للفلز. قوانين متشابهة، التسميات اختلفت. هون كنت تحكي طاقة فوتون، هون بحكي اقتران شغل. هون كنت تحكي تردد عتبة تردد عفوا الضوء، هون صرت تحكي تردد عتبة للفلز. هون كنت تحكي طول موجي للضوء، هون صرت تحكي طول موجة العتبة. فالرموز طا تا دال لمدة خاصة للفوتون الساقط، والرموز فاي تا دال نوت لمدة نوت خاصة للفلز اللي بندرسه. فكانت المعادلة الكهروضوئية اللي توصل إلها العالم أينشتاين، تمام؟ وأنا هون قاعد بس بورجيك منين توصل العالم لهاي القاعدة. هي إنه ناتج طرح طاقة الفوتون الساقط ناقص اقتران الشغل للفلز بوصلني إلى طاقة الحركية للإلكترونات. بعيد طبعا. بدي أذكرك بشغلة اللي حكيت لك إياها هون، إنه الطاقة لازم تحريرها تكتبها هون تعتمد على نوع الفلز فقط، تمام؟ لا تعتمد على طاقة الضوء الساقط. بعدين راح نحكي هذا الكلام لقدام، بس مبدئيا هي تعتمد على نوع الفلز. اتفقت معك؟ حسب موقع الإلكترون في مدارات الطاقة. إذا طاقة الفوتون الساقط ناقص اقتران الشغل للفلز بعطيك الطاقة الحركية. وعظمى راح أفهمك بعدين ليش عظمى، ليش لازم تكون طاقة عظمى. وعلى فكرة هي موجودة عنده حلقة برجيك إياها. طبعا طاقة الفوتون نحسبها بها تا دال، اقتران الشغل نحسبه بها تا دال نوت، نستخدم له تردد العتبة، وهذا نستخدم له تردد الضوء العادي، يساوي نص كتلة الكترون في عين تربيع. إذا حابب تشوف معي شغلة، ها ثابت وها ثابت ونص كتلة الكترون ثابت، شو المتغيرات هون؟ تردد ضوء ساقط، تردد عتبة خاصية للفلز، تردد عتبة للفلز، وسرعة الالكترونات المتحركة. الآن حابب تحط قانون تردد سين على لمدة، بصير ها في سين على لمدة ناقص ها في سين على لمدة العتبة يساوي نص كتلة الكترون في عين تربيع. هيك توصلنا للمعادلة الكهروضوئية اللي راح نستخدمها في الحل. طاقة فوتون ناقص اقتران الشغل تساوي الطاقة الحركية. أستاذ ليش مركز على إنه عظمى؟ فهمني. امشي معي بس وأنا أوريك شغلة. هون ركزنا على نقطة إنه يتم تحرير الإلكترونات يا جماعة من سطح الفلز. ليش أستاذ ممكن تتحرر من العمق من داخل الفلز؟ في تجربتي هون أسقط فوتون فوق بنفسجي على السطح، هاي هذا سطح الفلز، فانبعثت منه الكترونات. هلا ممكن هذا الضوء فوق بنفسجي يسقط جوا، يخترق الفلز يسقط جوا، فإذا حرر الكترونات كمان بيحمل الطاقة حركية، بس بتكون طاقة الحركية أثناء تصادمهم عشان يخرجوا يتصادموا جزيئات الفلز، فبتقل طاقتهم أو بتكون طاقتهم حركية أقل نسبيا. فعشان هيك طاقة حركية عظمى لأنه التحرير صار من سطح الفلز. وبرضه هذا قدام راح أرجع أعمل له ملخص صغير، فيعني بلاش هسه شوي، بلاش خربطكم، فخليه شوي. فمبدئيا أنا بحكي عن طاقة حركية عظمى زي ما اتفقنا. طيب بدنا نحكي الآن عن تجربة العالم لينارد. العالم لينارد صمم أو عمل إشي اسمه خلية كهربائية. خلية كهربائية كانت بدراسته تعتمد على الظاهرة الكهربائية لعالم أينشتاين. إيش بيت مع بعض؟ الظاهرة الكهربائية لأينشتاين، الخلية الكهربائية، تجربة كانت العالم لينارد. لازم الطالب يعرف أجزاء الخلية الكهربائية. أنا رسمة الكتاب زي ما هي، تمام؟ في الخلية الكهربائية في عندنا أول إشي طلع هون انتفاخ زجاج مفرغ من الهواء، تمام؟ بيحتوي على نافذة بدخل منها الضوء. في عندي الآن لوحين فلزيين متقابلين، واحد اسمه المصعد أو الجامع إذا بدك، تمام؟ واحد اسمه المهبط أو الباعث. هذا المصعد أو الجامع مربوط مع القطب الموجب لبطارية أو مصدر فرق جهد كهربائي، فرق جهد كهربائي. وهذا المهبط اللي هو الباعث موصول مع القطب السالب لبطارية، الجهد المنخفض. الآن اللي بيصير إنه عندما يسقط الضوء، طبعاً في كمان مكونين موجودين في الخلية الكهربائية، ماكرو أميتر لقياس شدة التيار الكهربائي الضوئي المتولد، وفي عندنا هون فولت ميتر بقيس فرق الجهد الكهربائي. راح نستخدمهم لقدام في تجربتي، لان راح اصير اشتغل على هاي الخليه الكهربائيه لقدام. سقوط ضوء فوق بنفسجي، هيك مثال الكتاب، مركز على انه الضوء يكون فوق بنفسجي. ليش استاذ؟ عشان يحمل طاقه كبيره نسبيه. سقوط ضوء فوق بنفسجي على المهبط تبع الخليه يؤدي الى تحرر الكترونات. ايش استنتج استاذ؟ استنتج انه مبدئيا ضوء فوق بنفسجي يحمل طاقه، تمام، أكبر من اقتران الشغل للفلز، لهيك حرر الإلكترونات تحمل طاقة حركية. أو قد يكون طاقة الفوتون الساقط تساوي اقتران الشغل، يعني إحنا في حالات التحرر، هاي الحالتين، تمام؟ أركز كمان مرة، الحالتين هذول يا جماعة صار عندي تحرر للإلكترونات، بس الحالة هاي ما صار فيها تحرر، فسواء كان التحرر بطاقة حركية أو بدون طاقة حركية بنسميه مارس كهروضوئية، تمام؟ شيء كهروضوئية تحرر الإلكترونات، ما اشترط عليك طاقة حركية. فمجرد ما أحكي إنه طاقة الفوتون أكبر من اقتران الشغل أو طاقة الفوتون تساوي اقتران الشغل، في الحالتين عندك كهروضوئية لأنه عندك تحرر.
ولكن الحالة اللي بكون فيها طاقة الفوتون أقل من اقتران الشغل تحكي لي فيش أستاذ تحرر للإلكترونات. طيب الآن خلينا بس أحكي هون الإلكترونات تحررت والإلكترونات الآن تحركت في هذا التفريغ زجاجة أو الأنبوب المفرغ من الهواء. حركة الإلكترونات هاي أو تسمى تياراً كهربائياً طبعاً، وهذا التيار رح نسميه تيار ضوئي، زي ما الإلكترونات المتحرك متحرك اسمها إلكترونات ضوئية، فالتيار اللي بتكون هون اسمه تيار ضوئي، تمام؟ طيب هلا بس انتبه، هاي الإلكترونات المتحررة الآن ركز معي، هي تصعد أو تخرج من المهبط وتتجه باتجاه المصعد. النافذة اللي بتسمح بدخول الضوء هي تسقط دائماً على المهبط، بغض النظر شو هو المهبط شو شحنته. النافذة كاميرا بعيد، النافذة اللي بسقط منها الضوء طلع النافذة هاي بتخلي الضوء يسقط وين دائماً؟ على المهبط. إذا أجزاء خليك الضوئي سريع، عندي أستاذ مهبط يبعث الإلكترونات، عندي مصعد يجمع هذه الإلكترونات، في عندي مايكرو أميتر لقياس التيار، عندي فولت ميتر لقياس فرق الجهد الكهربائي، عندي مصدر فرق جهد كهربائي بطارية وأنبوب زجاجي مفرغ من الهواء، ومصدر إشعاع أو مصدر ضوء فوق بنفسجي يسقط منه. استكمل كلامنا عن الظاهرة الكهروضوئية. طبعا احنا اخر شيء حكينا عن الخلية الكهروضوئية، وهلا هون عندنا دراسة للخلية الكهروضوئية في كتابنا، بنحكي عن اينشتاين حكى عن الظاهرة الكهروضوئية، لينارد صمم خلية كهروضوئية، ميني كان الان قاعد بدرس شوية شغلات داخل الخلية الكهروضوئية. فخلنا ناخذ اول شيء درسه العالم ميني كان. اولا قام بدراسة تردد الضوء الساقط. كاميرا بعيد، بدي أدرس تردد الضوء الساقط. يا جماعة احنا ميزنا قبل شوي، انا بحكي قاعد عن تا دال تردد الضوء الساقط، ما بحكي عن تا دال نوع التردد العتبي. خلينا نثبت فلز في الخلية الكهروضوئية ونجرب تجربتين. التجربة الأولى إني أخلي تردد الضوء الساقط يكون أقل من تردد العتبة. أنا وياكم نعرف، شوف أنتوا يا جماعة بتقدروا تقارنوا بعدة شغلات. نقدر نقارن بالطاقة، يعني لو كانت طاقة الفوتون، خلينا بس أكتب لك إياها عشان تستوعب علي شو قصدي. يعني لو كانت مثلا طاقة الفوتون الساقط أكبر من اقتران الشغل للفلز، أو تردد الضوء الساقط كان أكبر من تردد العتبة للفلز، أو لمدة الضوء الساقط كانت لمدة أقل من لمدة العتبة للفلز، في هاي الحالة بتحرر مع طاقة حركية، تمام؟ تجرب عليها. لو كانت طاقة حركية تساوي، أو طاقة الفوتون عفوا الساقط تساوي اقتران الشغل، أو تردد الضوء الساقط يساوي تردد العتبة، أو لمدة الضوء الساقط تساوي لمدة العتبة، هون يتحرر بس بدون طاقة حركية. والتجربة الأخيرة إنه لو خليت طاقة فوتون الساقط تكون أقل من اقتران الشغل، أو تردد الضوء الساقط أقل من تردد العتبة، أو لمدة الضوء الساقط أكبر من لمدة العتبة للفلز، هون لا تتحرر أصلاً الإلكترونات من سطح الفلز، تمام؟ فأنا هون بدي أهتم بالتردد، خلينا نقارن باستخدام التردد. فلما تقول لي إنه تردد الضوء الساقط أقل من تردد العتبة، إحنا هون لا تتحرر أصلاً الإلكترونات من سطح الباعث، لأنه طاقة هاي الفوتون الساقط كانت أقل من اقتران شغل الفلز، فما رح تتحرر الإلكترونات. ركز معي. طبعاً في هاي الحالة إذا لم تتحرر الإلكترونات، العاد أنا هون مخربط فيهم يا جماعة، فأنا هون لا يوجد تيار ضوئي، طبعاً هون أكيد رح يكون يوجد. في التجربة العادية خلينا تردد الضوء أعلى من تردد العتبة، في هاي الحالة رح تتحرر الإلكترونات من الباعث ويوجد تيار ضوئي. يعني في هاي التجربة ما كان لنا تيار ضوئي لأنه ما حررنا الإلكترونات، بس هون أول ما أنت قدرت تخلي تردد الضوء أعلى من تردد العتبة حررت الإلكترونات. شو الاستنتاج من أول دراسة؟ إنه تزداد الطاقة الحركية بازدياد تردد الضوء الساقط. كيف أستاذ؟ بدي أورجيك كيف. إحنا قبل شوي اتفقنا في الخلية الكهروضوئية، خليكم معي بس هون أورجيكوا شغلة. اتفقنا إنه طاقة الفوتون الساقط ناقص اقتران الشغل للفلز يساوي الطاقة الحركية، تمام؟ هلا خلينا نحط بس بالقوانين، ها تا دال ناقص ها تا دال نوت تساوي طاقة حركية. خلي لي ها تا دال نوت لإقتران شغل ثابت، كنا نحطه قبل شوي أنا وياكوا 20 إلكترون فولت. التجربة الأولى خلينا يكون التردد مثلا 15 في 10 قوة 15 هرتز، يعني مثلا ينتج عنه طاقة مقدارها 30 إلكترون فولت. هيك يا أستاذ الطاقة الحركية تبعتي 10. زيد لي شوي طاقة الفوتون الساقط، كيف؟ عن طريق زيادة تردده. ركز شو بحكي، بازدياد تردد الضوء الساقط، زيد لي شوي تردد الضوء الساقط، زيادة تردده بزيد طاقة الفوتون، زيادة طاقة الفوتون خليها 40 إلكترون فولت صارت. هلا إذا صارت طاقة الفوتون الساقط 40 إلكترون فولت ناقص 20 إلكترون شغل مش قاعد بتغير، بصير الطاقة الحركية 20. أنا هون أثبتت لك إنه بازدياد الطاقة أو تردد الفوتون الساقط أو الضوء الساقط تزداد الطاقة الحركية، وهذا الاستنتاج بوصل. فعند رسم العلاقة بين الطاقة الحركية والتردد كانت الحلقة طردية وخطية كما الشكل، بس يمكن المنحنى ما بيبدأ من صفر وصفر. في عندي نقطة المنحنى التقى فيها مع محور الصادات، بدي اسمي هاي النقطة سين،
وعندي نقطة التقى فيها هذا المنحنى مع محور الصادات وتسمي مع محور عفوا السينات وهذا بسميها ص. أنا نقاط إذا مش حاب سين وصاد عشان ما تخربط أنا طلع بدي أحط لك هاي النقطة خلينا نسميها ألف. هاي هون بتغيرها نسميها ألف. وفي نقطة ثانية اسمها باء نقطة تقاطع مع السينات هاي نقطة اسمها باء. هلا في دراستنا راح نلاقي إنه النقطة باء هي تمثل تردد العتبة للفلز والنقطة ألف تمثل اقتران الشغل للفلز. هل في إثبات على هذا الكلام؟ هدول خواص فلز سواء اقتران الشغل أو تردد العتبة وفي كمان معهم لمدة لمدة العتبة هدول خواص فلز. فأنا هون كاتب إنه تعتمدان على نوع الفلز كل من ألف وباء اللي هم اقتران الشغل وتردد العتبة كلاهما يعتمد على نوع الفلز. وبين المنحنى في الشكل لو حسبناه هو يساوي فرق الصادات على فرق السينات ويساوي الصادات عليها طاقة حركية تغير في الطاقة الحركية على التغير في التردد وهي يساوي ها ثابت فلاك. من وين يجوا هدول؟ خلينا نحكي مع بعض كيف يجوا أو من وين جبنا هدول جميعهم. طيب يلا شوف عندي شوي خلينا نحكي لك أول شيء عن الأولى. في التجربة الأولى أو في الحالة الأولى لما حكيت أو اتفقت معك على أنه با هي تمثل تردد العتبة للفلز خلينا بس أدرس أنا وياك النقطة با. ركزوا معي شوي وطلع على اللوحة. هلا في نقطة با. نقطة با نقطة لها إحداثيات سينية ولها إحداثيات صادية. الإحداثيات السينية تمثل التردد لأنه على السينات أنا حاط تردد والإحداثيات الصادية تمثل الطاقة الحركية. عند النقطة هاي وعند النقطة با كانت الطاقة الحركية تساوي صفر يعني بقصد الإحداث الصادي يساوي صفر بس إحداث سين. ولما أروح على معادلة الكهرباء الضوئية وأحكي لك هاتا دال ناقص هاتا دال نون تساوي طاقة حركية وأحكي لك هون الطاقة الحركية صفر خوّد السالب هذا على الجهة الثانية بصير هاتا دال تساوي هاتا دال نون وها معها اختصرت على طرفي المعادلة لعب بستنتج إنه التردد الذي يتم حسابه عند النقطة سين أو عند النقطة عفوا با هو يسمى تردد العتبة. ونفس الطريقة بثبت لك إنه ألف هي اقتران الشغل. النقطة ألف نقطة إلى إحداثي سيني وإحداثي صادي. إحداثها السيني يمثل تردد وإحداثها الصادي يمثل الطاقة الحركية. أول شيء التردد هون يساوي صفر لأنه هذا منطبق على محور الصادات فصفى لها طاقة حركية. طيب خلينا نيجي نحكي هون هاتا دال ناقص فاي اقتران الشغل يساوي طاقة حركية بتقولي تردد ضوء ساقط يساوي صفر تمام؟ هلا الطاقة الحركية هون بستحمل إشارة سالب لأنه أنا حاط على محور الصادات السالب فبتعطي الطاقة الحركية هاي سالب. إذا فعليا هون الطاقة الحركية لازم تأخذ سالب. بدي أشيل السالب مع السالب وأقول لك إنه الطاقة الحركية التي يتم حسابها عند النقطة ألف هي فعليا تمثل هي ليست طاقة حركية هي فعليا تمثل اقتران الشغل للفلز. هيك أثبتت لك إنه باء تردد عتبة وألف هو اقتران الشغل. وركز أنا الأسئلة ممكن تيجيك على هذا الرسل بعطيك رقم هون بقول لك ما مقدار فاي اقتران الشغل بطلعها من الرسل. ما مقدار تاد دال نوت تردد العتبة بنطلعه من الرسل. نقطة تقاطع السينات تردد العتبة نقطة تقاطع الصادات اقتران الشغل. خلصنا من هذا الكلام. على ماذا تعتمد كل من هاتان النقطتان؟ تعتمدان على نوع الفلز. كنت حاطط لك اياها بجدول قبل شوي هون قلت لك انه تا طاق اقتران الشغل وتا دال نوت ولمدا نوت كلهم بيعتمدوا على نوع الفلز. طيب الان بدي اضل عندي بس احكي لك على المي انه منين جبت انه المي يساوي فرق الصادات على فرق السينات يساوي ها ثابت فلان. طلع اذا رحنا كمان مره على الكهرباء الضوئيه هاتا دال ناقص هاتا دال نوت يساوي طاقه حركيه طلبت منك طلع ها عامل مشترك بضل عندي تاد دال ناقص تاد دال نوت تساوي طاقة حركية على هلا تردد ضوء ناقص تردد العتبة بدك تردد تغير في التردد على تغير في التردد ونشلنا هدول ووصلت انه ها هي تساوي تغير في الطاقة الحركية على التغير في التردد. شو بيجيني على هذا الكلام؟ ممكن يعطيني قيمة با وما يعطينيش ألف. ركز ممكن يعطيك با شو يعني با؟ تردد عتبة وما يعطيك ألف يعني اقتران الشغل. طب بسيط جدا ما الأستاذ علمني إنه أنا ممكن أحسب فاي اقتران الشغل من إنه يساوي ها في تاد دال نوت أعطيني ها تاد دال نوت عفوا كم تساوي من الرسم بطلع لك قيمة فاي نقطة تقاطع الصدى. ممكن يقول لك على ماذا تعتمد كل منهما بتقول له على نوع الفلز. ممكن يطلب منك أحسب قيمة ها ثابت بلانك نحسبه حساب عادي نأخذ تغير في الطاقة الحركية على تغير في التردد وانتبه إنه الطاقة الحركية مرات بروح بحطها هون بوحدة إلكترون فولت لا تقبل لازم تكون الطاقة الحركية بوحدة الجول لحتى تقدر تطلع ها. تذكروا حكت لك الها دائما بتشتغل على وحدة الجول هي جول لكل هيرتز فلازم تكون الطاقة الحركية بوحدة الجول. طيب طبعا هذا أول شيء قام العالم دراسته التردد الاستنتاج زي ما قلت لك ارفع لي تردد ضوء ساقط بعطيك طاقة حركية أكبر للإلكترونات المتحررة. الآن نيجي هون العامل الثاني اللي درسه العالم هو درس شدة الضوء الساقط تمام. في أول درس لنا في تكمية الطاقة اتفقنا انه الشده الكلاسيكيه حكت هي بتحدد الطاقه وقلنا هذا الكلام خطا احنا اتفقنا
في انه شدة الضوء بزيادتها تزداد اعداد الفوتونات، ولكن لا تزداد طاقتها. كم ربعي؟ زيادة شدة الضوء هي تزيد اعداد الفوتونات ولكن لا تزيد من طاقة الفوتون. نشوف مع بعض. بدي اعمل تجربتين زي اللي عملتهم هون، بدي اخلي تردد الضوء اقل من تردد العتبة وتردد الضوء اعلى من تردد العتبة، بس بالحالتين هدول تم زيادة شدة الضوء في الحالتين. يعني انا قاعد بزيد من شدة الضوء. طب استاذ دقيقة، لما يكون تردد الضوء اقل من تردد العتبة اصلا لا تتحرر الكترونات. انا قاعد بعيد الكلام هاد، ما احنا اتفقنا اصلا فيش الكترونات متحرك، فمفروض انه اصلا فيش تيار ضوئي متولد. مهما تم زيادة شدة الضوء الساقط، طب دقيقة، انت لما تزيد الشدة برضو ما بتتحرر؟ احكي لك ليش. هلا سقط فوتون، وفوتون طاقته قليلة نسبيا، هي غير كافية للتحليل. هاي فوتون، طلع شو بدي اسوي؟ هاي فوتون يحمل طاقة مقدارها 10 الكترون فولت، سقط على فلز اقتران الشغل للالكترونات اللي جواه تساوي 20 الكترون فولت. واسألك سؤال، هل يتمكن هذا الفوتون من تحرير الالكترون؟ طبعا لا، لا يتمكن، لانه طاقة الفوتون اقل من اقتران الشغل للفلز. طب حتى لو تم زيادة اعدادهم، ما هو دير بالك انا زدت الشدة هون، يعني زدت الاعداد. بتحكي لا استاذ، حتى لو تم زيادة الاعداد، لانه ما بيجي فوتونين بتفاعلوا مع بعض وبدخلوا على الالكترون، كل فوتون بسقط على الالكترون. كان عندي 10 فوتونات، كل طاقة فوتونات 10، كل فوتون منهم طاقته 10، بسقط على فلز كل الكترون بده 20 عشان يتحرر. طبعا لا يتحرر. طب اسقطت 100، طب 100 كل واحد كم طاقته؟ 10، والالكترون هون كم بده حتى يتحرر؟ 20. معقول يفك؟ طبعا ما بفك. اذا مهما تم زيادة شدة الضوء في الحالة هاي لن يتحرر الالكترونات. لا، هسا في التجربة بعديها لو كان تردد الضوء اعلى من تردد العتبة، هون بده يصير شغلة، ركز معي. هون سوف تتحرر الالكترونات، طبعا يزداد شدة التيار الضوئي بزيادة شدة الضوء الساقط. دقيقة شوي، ليش استاذ زاد؟ لانه سقط فوتون يحمل طاقة مقدارها 30 على الكترون اقتران الشغل له 20، هل يتحرر؟ نعم. طب سقط 100، كم بحرر؟ 100. اسقط 300، يعني زدت الشدة، زدت اعداد الفوتونات، بدل ما يسقط 100 فوتون صار يسقط 300 فوتون، عدد الالكترونات المتحرر صار 300. وزيادة نون عدد الالكترونات في تيار يساوي ألف نون فتحة عين شحنة الكترون، قانون التيار اللي بنعرفه. زيادة اعداد الالكترونات يعني زيادة في التيار الكهربائي. فالاستنتاج اللي اوصله معك انه شرط اذا كان تردد الضوء اعلى من تردد العتبة سوف تصبح العلاقة بين شدة الضوء وبين التيار الضوئي المتولد علاقة طردية، ولكن بركز على انه الطاقة الحركية لا دخلها، ما دخلها، لانه الطاقة الحركية احنا هون شفنا الطاقة الحركية بدها تغير تردد، والشدة بتغيرش تردد او طاقة او طول موجي، الشدة بتغير العدد بس. اذا لهلا انا في دراستي هاي اللوح عملت لهم اياك شوية استنتاجات، عملنا في البداية انه بدي احط بس الاستنتاجات تبعت كل واحد منهم على جنب. الطاقة الحركية استنتاج نهائي علاقتها طردية مع مقدار تردد الضوء الساقط. هي استنتاج. وهون شدة الضوء علاقته طردية مع التيار، دير بالك انا هون بحكي عن تيار الضوئي. شدة الضوء بزيادتها بشرط يكون تردد اعلى من تردد العتبة تزداد شدة الضوء تزداد تيار الضوئي. هون زيادة الطاقة الحركية تزيد من مقدار التردد. نيجي لثالث شغله درسها العالم. هلا ثالثا درس فرق الجهد الكهربائي، احنا اتفقنا في الخليه الكهربائيه في بطاريه تحمل فرق جهد كهربائي، تعطي الان للباعث وللجامع فرق جهد، الباعث بيحمل اشاره سالبه المفروض والجامع يحمل اشاره موجب، وهذا اللي صار هون. حافظت على جهد موجب وهون جهد سالب، شو يعني؟ يعني قلبت كاني الاقطاب، يعني صار فرق الجهد الكهربائي بينهم سالب وهون فرق الجهد موجب. ذكر انه الضوء مفروض انه يسقط دائما على الباعث، يعني يسقط على هذا الطرف، تخيل خليه كهربائيه بسقط هون، تمام؟ سقط الضوء حرر الكترون، ممتاز. هلا بقول لك ماذا يحدث لو زدنا الجهد؟ فرق الجهد الكهربائي بين اللوحين، مباشره زياده فرق الجهد، طبعا بزيد مقدار المجال، فجهد المجال بيزداد مباشره، والطاقه الحركيه تزداد. استاذ ليش؟ شو دخل الطاقه الحركيه؟ خليني احكي لك شغله. مبدئيا الالكترون اصلا بس يتحرر، بتحرك بتنافر مع القطب السالب، بتحرك باتجاه القطب الموجب. تمام لهون؟ يعني القوة الكهربائية بتحرك الالكترون هون قوة كهربائية، أو نوع القوة عفوا بتحرك الالكترون هي قوة كهربائية، وأنت بتعرف في القوة الكهربائية إنه الطاقة الحركية تزداد. كمان مرة بعيد، في القوة الكهربائية أيام فصل الجهد الكهربائي، إذا كانت حركة الالكترون بفعل قوة كهربائية فهناك تغير في الطاقة الحركية، والطاقة الحركية شو بصير فيها؟ تزداد طبعا للالكترون. فهون الطاقة الحركية قاعدة تزداد. تجمل بعديها، لو خلينا الجهد يحمل إشارة سالبة، انا راسم الالكترون بتحرر وبنتقل للطرف الثاني. في ناس ممكن تعترض تقول لي استاذ كيف الالكترون قاعد بروح للقطب السالب؟
بدي اقول لك انه الكهروضوئيه اللي ما اثرت على الالكترون حررت الالكترون، يعني شرط دراستي هذا طلع، هاي الشرط انه يكون تردد الضوء اصلا ساقط اعلى من تردد العقل، يعني اصلا هون يتحرر الالكترون يحمل طاقه حركيه. بس حركه الالكترون هاي في نظام غير طبيعي، يعني القوه بتاثر عليه قوه خارجيه، وانت بتعرف انه القوه الخارجيه اللي بتحرك الالكترون فعليا بتخلي الطاقه الحركيه للالكترون تقل تدريجيا، لان الالكترون رايح بروح لقطب سالب، فالسالب والسالب بصير لهم تنافر، فعشان هيك تدريجيا بتقل الطاقه الحركيه لهاي الالكترونات. هلا هون انا حاط ملاحظه انه في التجربه هاي لمكان الجهد يحمل اشاره سالبه، طبعا يقل التيار تدريجيا حتى ينقطع التيار الضوئي، تدريجيا راح يصير قيمه التيار تقل حتى ينفصل او ينقطع التيار كله. يسمى الجهد اللي بينقطع عنده التيار الكهربائي ويصبح التيار قيمته تساوي صفر، التيار الضوئي يعني قراءه المايكرو اميتر تصبح صفر، يسمى جهد القطع. عفوا، وجهد القطع هو الجهد السالب، يعني يحمل اشاره سالبه، الذي ينقطع عنده، طبعا سيسميه جهد القطع، الجهد السالب، الجهد العكسي عادي، الذي ينقطع عنده هو التيار الكهربائي في الخليه الكهروضوئيه. اذا الاستنتاج اللي بدي احطه هون على التجربه هاي انه بازدياد الجهد تزداد الطاقه الحركيه للالكترونات، احنا شفنا هون انه زياده الجهد الموجب بيزيد من الطاقه الحركيه، طب هون استاذ بدي اقول لك انه بازدياد الطاقه الحركيه، انت كل ما زدت الطاقه الحركيه للالكترونات تحتاج الى جهد قطع اكبر للتغلب على هاي الطاقه الحركيه وقطع التيار الكهربائي. بدي اعيدها كامره واسمع، انا في عندي جهد سالب، هذا الجهد السالب مفروض انه هون يقطع الالكترونات، يمنع مرور الالكترونات. هلا الالكترون هذا اذا طاقته الحركيه كثير كبيره وانا بدي اوقفه، بدي امنع المرور او بدي اعمل ايقاف للالكترون، مضطر شو اعمل بالجهد السالب؟ مفروض ازيد الجهد السالب عشان اقدر اتغلب على الطاقه الحركيه. ولكن اذا كانت الطاقه الحركيه للالكترون كبيره وجهدي قليل راح يتغلب عليه الالكترون، تمام؟ يعني عشان بس اوضح الموضوع ويكون الموضوع ابسط، الالكترون سالب جاي معاه قوه خارجيه، تمام؟ متحرك هي وهذا يحمل قوه خارجيه بتحركه باتجاه السالب، تمام؟ اذا الجهد السالب كان منخفض بتغلب الالكترون وبيقدر يمشي. هلا اذا انا قلت لك ضغط على التيار، اذا استاذ الجهد تبعك شو تسوي فيه؟ زيده عشان يقدر يتغلب على الطاقه الحركيه اللي جاي فيها الالكترونات. لما رسمت هون علاقه بين التيار والجهد الكهربائي، طبعا استنتاج قبل ما اكمل، احنا هون استنتاج طاقه حركيه طرديه مع التردد، هون الشده طرديه مع التيار الضوئي، وهون تستنتج انه الجهد الكهربائي او جهد القطع الكهربائي يتناسب بعلاقه طرديه مع الطاقه الحركيه. تمام؟ هون رسمت العلاقة بين التيار والجهد، بس الهدف من هاي الرسمة، يعني ما حدا يقول لي علاقة طردية ولا غيره، لا، التيار قاعد يتأثر هون اتفقنا بشدة الضوء، بس هون عشان أشوف حالات التيار. لا، عند جهد معين اسمه جهد القطع يحمل إشارة سالبة، طلع الجهد هون قيمه موجبة، وأنا عندي هون جهد قيم سالبة، مش كل جهد سالب يسمى جهد قطع، يعني هون سالب واحد ما قطع التيار، في قيمة للتيار، جهد سالب اثنين في قيمة للتيار الكهربائي، بس قلت. هلا عند جهد معين مثلا سالب ثلاث انقطع التيار الكهربائي، اللي هي نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات السالب. هذا الجهد اللي بتطلعه هون اسمه جهد القطع، وتذكر يحمل إشارة سالب، مو تعريفه جهد عكسي أو سالب ينقطع عنده التيار. لا، بزيادة فرق الجهد الكهربائي يزداد التيار تدريجيا حتى يوصل لقيمة اسمها تيار الإشباع. بعد هاي هيك التيار الكهربائي ما راح يزداد، وبرجينا عليه سؤال تفسير أو علل. ليش الآن مهما تم عند مرحلة معينة مهما تم زيادة الجهد الموجب فلن يزداد التيار الكهربائي؟ لأنه الآن كل الإلكترونات المتحررة تتحرك في داخل الخلية الكهروضوئية. طبعاً جواب السؤال التعليل هذا موجود في الدوسير، رح أزودكم فيها، ففي عندي شوية أسئلة تفسير وتعليل، يعني أنا في الدوسير كلها رح تكون موجودة، بس إنه ليش تيار الإشباع، ليش مهما تم زيادة الجهد لن يزداد التيار الكهربائي بعد هاي القيمة، مستحيل قيمته تزداد؟ بنحكي لأنه الالكترونات جميعها تحررت وقاعد تتحرك، او الالكترونات المتحرره جميعها قاعد تتحرك في داخل الخليه الكهروضوئيه. جواب التعليل زي ما قلت لك موجود عندي في الدرس. كمل دراستنا في عندنا شويه رسمات بيانيه ندرسها مع بعض ونقارن بينها. طبعا انا حاط هون استنتاجاتي في الكهروضوئيه كافه، ان الطاقه الحركيه تتناسب طرديا مع التردد، كان اول استنتاج تردد او الطاقه الحركيه تتناسب طرديا مع الجهد، هذا كان ثالث استنتاج، وثاني استنتاج كان شده الضوء طرديا مع التيار. لو جبت يا جماعه منحنيين زي هدول المنحنيين سين وصاد، سين باللون الازرق وصاد باللون الاحمر، اذا عملنا مقارنه بينهم الاثنين بدي اياك بس تنتبه او تشوف شغله، انه في المنحنيين كان جهد القطع نفسه اللي هو هي النقطه اللي التقوا فيها مع محور السينات اللي يمثل الجهد، فكونه جهد القطع تبع سين هو كان يساوي تماما جهد القطع تبع صاد. هولا كونه جهد القطع متساوي، اذا طلع شو بدي استنتج؟ تردد الضوء الساقط على سين راح يكون يساوي نفسه تردد الضوء الساقط على صاد، من هون بجيبها قاعد.
والطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة في س راح تكون تساوي نفس الطاقة الحركية للإلكترونات المتحررة في ص. تمام؟ هلا كيف استنتج من جهد القطع؟ كونه نفس جهد القطع، إذا نفس التردد نفس الطاقة الحركية. تعالوا بس نشوف الآن التيار، التيار عند س هي قيمة تيار الإشباع كبيرة نسبياً، التيار عند ص هي قيمته، تيار أقل. هلا هون استنتاج ثاني، شوفوا علي، كونه التيار تا تبع س اللي هو تيار الإشباع أكبر من التيار تبع صاد او الساقط على صاد، فبدي استنتج انه راح يكون شده الضوء، هي المهم تجيبها، شده الضوء الساقط على س، هي شده الضوء، بده يكون اكبر من شده الضوء اللي ساقط على صاد. فهمنا عم كيف عملت مقارنه من جهد القطع، كونه نفس جهد القطع نفس التردد نفس الطاقه الحركيه، في اختلاف انا عندي في التيار، الاختلاف بكون سبب اختلاف شده الضوء لكل واحد منهم. هلا لو قال لك انه مثلا الضوء الساقط تبع س كان فوق بنفسجي، فما نوع ضوء صاد؟ برضو فوق بنفس الشيء. أستاذ كيف؟ طب هو نفس التردد، نفس التردد، إذا لو أعطاني نوع الضوء تبع سين بعرف أنه نفس نوع الضوء تبع صاد. أنا انتبه لمثال اللي حكيته، ضوء سين فوق بنفس الشيء، فما نوع ضوء صاد؟ كمان أستاذ فوق بنفس الشيء لأنه لهما نفس التردد. شوف اللي هاي الفرق بينهم، اللي صار فاي أنه الآن الجهد القطع تبع سين باللون الأزرق وهي جهد القطع تبع صاد. هلا انا بعرف انه الجهد تبع س كمقدار اكبر من ص، كمقدار مش مهتم بالاشاره انا هسه، انا بحكي عن قيمه فرق الجهد كمقدار اكبر تبع س. كون جهد القطع تبع س كان اكبر من جهد القطع تبع ص، طلع استنتاجاتي زي هون، بدي احكي انه تردد الضوء الساقط على س بده يكون اكبر من تردد الضوء الساقط على ص، والطاقه الحركيه للالكترونات في س راح تكون اكبر من الطاقه الحركيه للالكترونات في ص. طيب خلصنا هسه، هلا الضوء التيار الكهربائي لهم او تيار الاشباع هو نفسه، فكون التيار تبع س هو نفس التيار تبع ص تيار الإشباع، إذا بدي أحكي إنه شدة الضوء تبع س، شدة ضوء س راح يكون نفسه أو يساوي شدة ضوء ص. يعني حاب أفهمك شو هاي؟ يعني عدد الفوتونات اللي بتسقط على س يساوي عدد الفوتونات اللي بتسقط على ص لأن نفس الشدة، بس هل طاقاتهم متساوية؟ لا. طيب إذا علمت أن أحدهما يشير إلى ضوء فوق بنفسجي والآخر يشير إلى تحت حمراء، فأيهما فوق بنفسج وأيهما تحت حمراء؟ لا تنسى تحت الحمراء طاقتها كثير قليلة والفوق بنفسج طاقته كثير عالية، فلهيك أنا هون لما أسألك كونه تردد س أعلى من تردد ص، لا بدي أحكي إنه س راح تمثل الضوء الفوق بنفسجي لأنه تردده عالي وطاقته عالية، وص كونه تردده قليل وطاقته قليلة راح يمثل أشعة تحت الحمراء. نيجي تحت لأن هون في عنا رسمة ثانية للعلاقة بين الطاقة الحركية وبين التردد، وأنا راسم برضه منحنيين، منحنى س ومنحنى ص. بدي اياك شوي تجمع ملاحظات على الرسمه هاي. الملاحظه الاولى بدي اياك تجمعها انه لاحظ ميل المنحنيين متساوي، علل او فسر ليش ميلهم متساوي. بقول له يا استاذ لانه الميل يمثل تغير في الطاقه الحركيه على التغير في التردد، ويمثل ها ثابت بلانك، واحنا بنحكي قاعدين ثابت بلانك فقيمته ثابته. اذا هون بدي احكي بس بدي اياك تلاحظ انه الميل يساوي التغير في الطاقه الحركيه على التغير في التردد ويساوي ها وهو مقدار ثابت، فيكون ميل المنحنيين متساوي لأنه يمثل ها ثابت بلانك. النقطة الثانية كمان لاحظها عندي على الرسم، إنه إذا قارنت بالتردد تبعهم، تردد العتبة تبع سين، إحنا اتفقنا نقطة تقاطع السينات تردد عتبة، تردد العتبة تبع صاد، بستنتج إنه تردد العتبة تبع سين هو أقل من تردد العتبة تبع صاد. تمام من الرسم أنا جبتها، وعليه بده يكون اقتران الشغل تبع سين هو أقل من اقتران الشغل تبع صاد. يعني أيهما يمكن تحرير الكترونات منه بطاقة أقل؟ تمام؟ يعني عند أسقط فوتون عليهم مين منهم أسهل تحرر منه الكترونات؟ طبعا سين، لأن اقتران شغلها وتردد عتبتها شو ماله؟ أقل، فمن الأسهل التحرير منها. أما بالنسبة لصاد تردد عتبتها واقتران شغلها عالي، فبدها طاقة أكبر حتى أتمكن من التحرير. الآن نعمل ملخص أصل الكهروضوئية أو ملخص نهائي في دراستنا. احنا اتفقنا انه اينشتاين حكينا في معادله اينشتاين الكهروضوئيه انه طاقه الفوتون ناقص اقتران الشغل تساوي الطاقه الحركيه. حاب بس اوضح نقطه هون، بصير توحد وحدات القياس جميعها، يعني كل هاي القيم تقاس بوحده الجول وتطلع الجواب وحده الجول، يعني لو قيمتين معلومات وقيمه مجهوله خلي هاي بالجول وهاي بالجول جوابك بيطلع بالجول. تمام؟ هسه بصير توحد وحدات القياس يصير بالالكترون فولت، يعني لو طاقه الفوتون واقتران الشغل كلاهما بالالكترون فولت تطلع معك الطاقه الحركيه بوحده الالكترون فولت. يعني هذا القانون بيشتغل على الوحدتين بس بشرط توحيد وحدات القياس، يعني يا كلهم تشتغلهم جول يا كلهم الكترون فولت. حبيت بس اوضح الملاحظه هاي. ننزل تحت، الطاقه الحركيه كيف نقيسها؟
هلا الطاقة الحركية بوحدة الجول، خذ طاقة الفوتون بوحدة الجول هيها ونقص منها اقتران الشغل بوحدة الجول، بطلع معك الطاقة الحركية بوحدة الجول. وكمان إذا بدك ممكن أقيس طاقة الحركية بالإلكترون فولت زي ما علمني الأستاذ، كيف؟ عن طريق إنه خلي طاقة فوتون إلكترون فولت، اقتران الشغل إلكترون فولت، إلكترون فولت ناقص إلكترون فولت بطلع الطاقة بوحدة الإلكترون فولت. الآن الطاقة الحركية بوحدة الجول هذا الجديد علينا يمكن، هاي الطاقة الحركية إذا بدك إياها بوحدة الجول تمسك جهد القطع وبتستخدمه، تضرب جهد القطع ليقاس بوحدة الفولت، تضرب بشحنة الإلكترون تقاس بوحدة الكولوم، وفولت في كولوم هي تكافئ جول. للطلاب اللي درسنا فصل الجهد الكهربائي، أصلاً هي الطاقة الحركية هي تساوي طاقة الوضع، طاقة الوضع شحنة فرق الجهد، فالكولوم مضروب في فولت هو يكافئ جول، طاقة حركية. ويمكن إخراج الطاقة الحركية بوحدة الإلكترون فولت، كيف؟ عن طريق تأخذ القيمة المطلقة لجهد القطع. ما احنا اتفقنا إنه الطاقة الحركية أو أي طاقة في الدنيا إذا بالإلكترون فولت وبدك إياها تصير بالجول، شو تعمل؟ تضرب 1.6 في 10 قوة سالب 19، يعني أي قيمة جهد قطع إذا بضربها بشحنة الإلكترون بحصل على طاقة بوحدة طاقة حركية بوحدة الجول. طب إذا ما ضربتها نفس الشيء، طاقة حركية بس بوحدة إلكترون فولت. إذا يا جماعة الكلام اللي قالوه أفهمك إياه، هذا كله قديم بعرفه، والجديد عليه هدول الخانتين بالأخضر. طاقة الحركية ممكن تقيسها بالجول، كيف؟ شحنة الإلكترون في جهد القطع. ممكن تقيس بالإلكترون فولت اللي هي تأخذ بس جهد القطع. يعني لو برجع على المنحنى مثلاً المنحنيات هاي وأقول لك إنه هاي القيمة سالب 2 لقيمة جهد القطع، ما قيمة جهد القطع في الرسم سالب 2 فولت، ما قيمة الطاقة الحركية بوحدة إلكترون فولت 2 عفواً إلكترون فولت، ما قيمة الطاقة الحركية بوحدة الجول 2 في 1.6 في 10 قوة سالب 19. لا آخر شيء بس ملخص لمادة نصية. الآن تفسير الظاهرة الكهربائية كان في عنا تفسير الفيزياء الكلاسيكية وعنا تفسير الفيزياء الحديثة، وإحنا رح نقتنع إنه رح نشتغل على تفسير الحديثة، بس لازم أشوف الفرق بينهم. في أول نقطة كانت إنه الفيزياء الكلاسيكية بتحكي لك، ركز معي، زيادة شدة الضوء تزيد طاقة حركية. ستوب، كلام غلط، لأن إحنا اتفقنا زيادة شدة الضوء شو بزيد؟ تيار، ولا يؤثر على الطاقة الحركية. هي كاتبه هون، زيادة شدة الضوء تزيد شدة التيار الكهربائي الضوئي ولا تؤثر على الطاقة الحركية. طبعا شرط ان يكون تردد اصلا اعلى من تردد العتبه عشان اصلا تتحرر الكترونات. كان هون المنحنى اذا بدك له العلاقه. المهم نكمل، يحتاج الالكترون الى وقت او فتره زمنيه حتى يجمع طاقه ويتحرر. غلط، تنبعث الالكترونات فور سقوط الضوء عليها بشرط يكون تردد الضوء اعلى من تردد العتبه. اذا حاب بس تميز عشان بس تتسهل عليك عمليه دراستهم، هون قاعد بحكي علاقه شده الضوء مع طاقه حركيه، قلنا له غلط، شده الضوء علاقتها مع التيار الضوئي. هاي اول نقطه ركز. الثانيه عشان تحفظهم هلا واحنا قاعدين نشرح، يحتاج الالكترون الى وقت حتى يمتص الطاقه ثم ينبعث. لا، ينبعث الفوتون فور سقوط، ينبعث عفوا الالكترون فور سقوط الفوتون عليه بشرط ان يكون تردد اعلى من تردد العتبه. عند سقوط ضوء بشده كبيره اذا زدت الشده تتحرر الالكترونات وبغض النظر عن التردد. طبعا الكلام هذا خطا، اللي بحكم اذا انت بتحرر او لا. صرنا ساعه نعمل مقارنات باستخدام تردد الضوء، طلع انه هو شو بسوي عشان اعرف اتحرر او لا، بدي ادرس تردد الضوء. فالكلام الصحيح، لا تتحرر الالكترونات اذا كان تردد الضوء الساقط اقل من تردد العتبه. فبرضه الشرط نرجع نحققه فوق انه يكون تردد الضوء اعلى من تردد العتبه. عندي سؤال هون يا جماعه بدي اجاوب عليه، فسر اختلاف الطاقه الحركيه للالكترونات المنبعثه. هاي اقرا السؤال اللي قاعد بحكي لك فيه. فسر اختلاف الطاقه الحركيه للالكترونات المنبعثه بالرغم من ثبوت تردد الضوء الساقط. هلا اذا ثبت التردد، عشان بس تفهم انت السؤال او تكون مستوعب شو بحكي قاعد السؤال، اذا ثبت التردد مثلا احنا اتفقنا انه طاقه فوتون ناقص اقتران الشغل تساوي الطاقه الحركيه، طاقة فوتون 30 ناقص اقتران الشغل 20 تساوي 10. هلا اذا ظلت ال 30 ثابته وما زدتها ولا قللتها رح يضل الجواب دائما كم؟ 10. بس في تجربه للعالم اينشتاين لقى انه الطاقه هاي مرات تطلع 10، مرات تطلع 9، مرات تطلع 8. وهون المشكله قاعد بتختلف الطاقه الحركيه بالرغم من انه العلاقه الخطيه هاي ثابته، 30 ناقص 20 كم تساوي دائما؟ 10 المفروض. فانا هون سؤالي، ليش اختلفت الطاقه الحركيه بالرغم من ثبوت تردد الضوء الساقط؟ شوف، اذا رسمت بشكل عام هيك بشكل سريع، رسمت لك فلز يسقط عليه الضوء على شكل ها، انا عندي هون فلز والضوء قاعد بيسقط على هذا الفلز، سقط الضوء، هاي الضوء الساقط. افترض معي انه في فوتون سقط على المنطقه هاي باللون الاحمر، هاي المنطقه بدي اسميها منطقه سطح الفلز، وفي عندي فوتون هو نفسه اللي باللون الاحمر، نفس الفوتون هذا
سقط بس اخترق الفلز لجوا وسقط في منطقة اسمها منطقة عمق الفلز أو في داخل الفلز، فهاي المنطقة باللون الأخضر هي عمق الفلز. تمام؟ طيب شو بصير عند سقوط فوتون في كل حالة؟ هلا الفوتون هذا افترض معي تبع الضوء قادر على تحرير الالكترونات، حرر الالكترونات من السطح، الالكترون بيطلع من السطح هذا بيحمل طاقة مقدارها 10 الكترون فولت حسب الدراسة هاي. يعني الالكترونات المتحررة من السطح تحمل الطاقة الحركية العظمى اللي هي المعادلة بتكون صحيحة 30 ناقص 20 تساوي 10. بس الالكترونات اللي دخلت في العمق فكت الكترون، أو عفوا الفوتونات دخلت على العمق فكت الكترون، بس عشان الالكترون يطلع أثناء خروجه يتصادم مع جزيئات المادة. هو داخل العمق يعني جوا الفلز بده يطلع بده يتصادم قبل ما يطلع للخارج، فلما يخرج يخرج يحمل طاقة مقدارها 8 أو 9 بغض النظر. فبدك تسألني وين راح يا أستاذ هون 2 إلكترون فولت مثلا، أو وين راح هون الواحد؟ بقول لك في التصادمات اللي صارت داخل الفلز. عشان هيك في بداية درس الكهروضوئية قلت لك لاحقا راح أفهمك ليش إحنا بنفترض إنه التحرر دائما بيتم من سطح الفلز. إذا أنا تحرري دائما في دراستي بيتم من سطح الفلز ليش؟ عشان يعطي الطاقة الحركية العظمى، لأنه إذا كان التحرر من مكان ثاني غير السطح ما رح يعطيك الطاقة الحركية العظمى. تمام؟ إذا نرجع للسؤال، فسر اختلاف الطاقة الحركية. هاي اختلاف طاقة حركية، الإلكترونات المتحررة بالرغم من ثبوت تردد الضوء يعود الاختلاف إلى اختلاف موقع التحرير. لاحظ جوابي، فإذا تم تحرير الإلكترون من سطح الفلز سوف يحمل الطاقة الحركية العظمى، ولكن إذا تحرر الإلكترون من عمق الفلز فسيحمل طاقة حركية أقل من الطاقة العظمى. فرق الطاقة يضيع أثناء خروج الإلكترون وتصادمه بجزيئات المادة. بس الحلو في دراستنا إنه إحنا قانون دائما الكهروضوئية رح يكون طاقة حركية عظمى، يعني هندرس التحرر من سطح الفلز فقط.